لكمة أو ضربة أسقطت الخصم، وأسقطت بنفس الوقت قناع يخفي الوجه الحقيقي للعنصرية الغربية. طبعاً القصة عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، واللي اسمها ما زال متصدر الترند والعناوين، وهي إحدى المشاركات بأولمبياد باريس 2024 عن فئة الملاكمة للسيدات بعد هزيمتها لمنافستها الإيطالية بأقل من 46 ثانية. طبعاً تعرضت لأكبر حملة تنمر وانتقادات شرسة من قبل الغرب حول أهليتها، واللي ادعوا أنه هي مو بنية وإنما رجل، طبعاً كلها ذريعة حتى يتم استبعادها من البطولة. والد إيمان خليف دافع عن بنته وقال بنتي انظلمت ومن هي صغيرة تحب الملاكمة والرياضة. أنا بنتي طفلة ومتربية طفلة وفور، وهي متربية على الخدمة، تخدم تتغيني بزاف وتخدم، وعندها الحرارة تاع الخدمة تاع العمل تاعها. رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ دافع عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، وندد بخطاب الكراهية الموجه ضدها بس لأن فازت على وحدة إيطالية وما عندهم أي دليل بالاتهامات ضدها. And we have two boxers who were born as women, who have been raised as women, who have a passport as a woman and who have competed for many years as women. And this is the clear definition of a woman. There was never any doubt about them being a woman. أما إيمان فحكت عن بيئتها الصعبة وشلون تدربت وصارت ملاكمة ودعت العالم كله لعدم التنمر عليها وعلى شكلها. تأثر كبير لأنه وش صرا حاجة مش سهلة، حاجة تمس الكرامة للإنسان، وهذا الشيء اللي أثر فيها أثناء نهاية المنازل. العنصرية السياسية في الأولمبياد هي العنوان الأبرز، حرمة الروس حقهم بالمشاركة ورفع علم بلادهم، بينما بنفس الوقت تسمح ازدواجية المعايير الغربية للكيان الصهيوني المشاركة ورفع أعلامهم اللي متهمة ويا قادتها بارتكاب جرائم الحرب، حتى يصير الفشل الأخلاقي والكذب عنوان الأولمبياد باريس.